أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اللغة والأدب. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع، وسوف نقوم بمراجعة الاختبار النهائي لمادة اللغة والأدب، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب الصف السادس. علينا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع وفي حصص المراجعة للاختبار أن نحلل الرواية تحليلاً أدبياً، وأن يطلع الطالب على نماذج للتحليل. السؤال الأول: وضح دلالة العبارة الآتية: كان بيت أبي صالح لا يفرغ تماماً من الزوار والأقارب والأصدقاء والمعارف. أن أبا صالح كان مضيافاً محبوباً، وكان الناس يزورونه بكثرة. السؤال الثاني: استدل بعبارة على الارتباط الوثيق بين أبي أحمد ووالد يسرى: كان أبو صالح ينتظر زيارة صديقه على أحر من الجمر، هو صديقه منذ أيام الطفولة، كان يلعب معه كرة القدم في حارات غزة، وعلى مر السنين شاركه أفراحه ووقف بجانبه في كل المحن التي أصابته. عزيزي الطالب، أمامك نموذج للتحليل رواية ست الكل. نلاحظ أن الفقرة الأولى هنا بدأت ببيان دور الأدب في فن الرواية. الأدب هو ساحة للتعبير عن الأفكار والمعتقدات، يجول فيه الكاتب موصلا رسالة إلى القراء، وفيه دعوة للتفكير والتأمل والتساؤل والبحث عن الذات لكي يوصف الشخصية بشكل جيد وواضح ليتخيلها القراء، ويندمج القارئ بالفكرة التي يريد أن يوصلها الكاتب. ومن الأعمال الأدبية ست الكل بقلم الكاتبة تغريد النجار. أما الفقرة الثانية فهي تكون عبارة عن تحليل العنوان. يعتبر العنوان أول ما يقابل القارئ، بالإضافة إلى أنه العتبة الأساسية لدراسة أي عمل أدبي، حيث يقدم إيحاءات وتساؤلات حول مضمون وموضوع الرواية. وبدأت الكاتبة عنوانها بجملة اسمية خبرها في الأحداث، وتشير الكاتبة إلى فتاة تحدت المجتمع من أجل أن تعمل صيادة لتساعد أهلها. أما الفقرة الثالثة فهو تعريف عن الكاتبة تغريد النجار. تعد الكاتبة تغريد النجار من رواد أدب الأطفال الحديث في الأردن، حيث ولدت في عمان وعملت في مجال التعليم لعدة سنوات، ثم انتقلت إلى مركز هيا الثقافي لتدير قسم النشر، وأسست دار السلوى للدراسات والنشر. ومن مؤلفاتها ست الكل، ما المانع من خبأ خروف العيد. والفقرة التي بعدها سوف تتناول تحليل الزمان والمكان في الرواية. الزمان والمكان هما الإطاران اللذان تدور فيهما أحداث الرواية. فالزمان في الرواية كان أيام الحصار الإسرائيلي على غزة، الزمن الحاضر. أما المكان فكان في غزة تحديدا التي تقع في فلسطين. وفي الفقرة التي تليها عزيزي الطالب سوف نقوم بتحليل الشخصيات الواردة في رواية ست الكل، وبعد ذلك سوف نقوم بذكر الخطاط السردية. الخطاط السردية هي عبارة عن كيف بدأت الأحداث، وكيف تصاعدت، وكيف بلغت هذه الأحداث الذروة، وكيف انتهت الأحداث. بدأت الأحداث بصراخ الأب وإظهار عصبيته، والسبب وراء ذلك لأنه مقعد ولا يستطيع أن يوفر احتياجات المنزل. وتصاعدت الأحداث عندما لجأت يسرى لجارتها أم حافظ وطلبت منها بعضا من الشاي والسكر. وبلغت الأحداث الذروة عندما فكرت يسرى أن تعمل بمهنة الصيد لتساعد أهلها. وهبطت الأحداث عندما رفض مجتمعها أن تعمل بمهنة الصيد. وانتهت الأحداث بتحقق حلم يسرى بأن تصبح صيادة.
ثم عزيزي الطالب سوف نتناول الفقرة التي تليها، وهي تتحدث عن الأساليب والتقنيات المتنوعة التي استخدمتها الكاتبة في هذه الرواية. أسلوب أمر، أسلوب استفهام، أسلوب حوار، أسلوب نداء، أسلوب تعجب، صور فنية. سوف نظهر هذه الأمور من خلال رواية ست الكل. وفي النهاية علينا عزيز الطالب أن نذكر خلاصة القول بأن رواية ست الكل هي رواية استطعت فيها الكاتبة أن تعرض وتقدم قضيتها بمهارة من خلال العنوان والشخصيات والأساليب والتقنيات القيمة، وكانت موفقة في انتقاء الزمان والمكان. إلى هنا أعزائي الطلبة أكون قد انتهيت من مراجعة الاختبار النهائي لمادة اللغة والأدب. شاكرة لكم حسن استماعكم. إلى اللقاء أحبائي وطلابي طلاب الصف السادس.